السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. بيتجدد لقائي مع طلابي حبايبي، طلاب الصف الأول الإعدادي. هنكمل مع بعض شرح دروس منهج الساينس السكند تيرم. نزل بارت 1 من ليسون 1 اللي اتكلمنا فيه عن الميتالز. طيب تعالوا نكمل درسنا النهارده، هناخد اللي عكسهم بقى اللي اسمهم نون ميتالز. النون ميتالز، تعالوا افكركم الأول، احنا قلنا إن الميتالز راسهم ناشفة كلهم solid، all metals are solid except liquid وحيد اسمه mercury، ما عندهاش gas، المثل بتكره الجاز. النون ميتال بقى collection، فيها كل حاجة، بترحب بالجميع، أنا بسميها كده، عندها solid وعندها liquid وعندها الجاز، بس برضو عندها liquid وحيد، الonly liquid non metal اللي اسمه برومين. يبقى أنت عندك سؤال مهم بيجي في الامتحان complete، يقول لك الonly liquid metal and only liquid non metal، فبقول لي الليكويد الوحيد الميتال ميركوري والليكويد الوحيد النون ميتال برومين. طيب دي طبعا فاكرين لما قلنا الفيديو اللي فات، لو ماسك خاتم ذهب هتلاقيه شايني، ليه ميتاليك كلاستر او ليه بريق بيبرق، دي عشان هو معمول من الجولد والجولد ذا ميتال. لكن لو مسكت بيس اوف كاربون او كول، حته فحمه زي اللي بتشوي بيها على النار، هتلاقيها كده مطفيه، ما بتبرقش، ملهاش لمعه زي خاتم الذهب. ليه؟ لأن النون ميتال دول هاف نو لاستر أو نوت شايني، مالهمش بريق معدني. نوت ميليبل أور داكتايل، يعني مش سهل كده إن أنت تتنيه وتشكله وتعمل بيه أشكال. It's not easy to be reshaped، زي حتة الكول أو الفحمة، لو جربت إن أنت تتنيها مش هتتني معاك. جرب تكسر عليها بهامر أو بشاكوش، هيحصل لها إنها break down into pieces أو هتتكسر وتتفتفت، بس مش هتتني معايا زي الألمنيوم فويل أو ورقة الفويل اللي غلفت بيها الصينية فتشكلت معاك. طيب عندنا كمان إن النون ميتال دول باد كوندكتور أوف هيت أند إلكتريسيتي، بس خلي بالي من حاجة مهمة أوي بتبقى تركت في الامتحانات هنا. لما اقول لك all non-metal bad conductor of A، كل non-metal وحشين في الهيت، bad conductor of heat، لكن الالكتريسيتي ما اقدرش اقول all non-metal، لا، في exception هنا، في استثناء اللي هو الكربون جرافايت، وعلشان كده بيتعمل منه البوزيتيف بول او القطب الموجب، الحته اللي معمول عليها علامه البوزيتيف او البلس في الباتري او في حجر البطاريه، زي مثلا اللي بتستخدمه في الريموت كنترول او ساعه الحيطه. كل دي فيزيكال بروبرتيز او الصفات الفيزيائيه بتاعه النون ميتال. طب الكيميكال، فاكرين لما قلنا الميتالز لو وزعناهم وعملنا الكترونيك كونفيجريشن، هنلاقي الاوتر شل او اخر انرجي ليفل انترسنت في less than 4 الكترون، يعني اخرك 1 او 2 او 3، ده كان على الميتال. النون ميتالز اكبر، يعني اخرهم مور ذان 4، يعني ايه مور ذان 4؟ يعني ممكن يكون اخرك 5 او 6 اور 7 الكترونز، زي الامثله الاكزامبلز الشهيره، فاكرين الشهير بتاع الميتال كان الصوديوم 11 والماجنيزيوم 12 والالمنيوم او الالمنيوم 13. بص بقى على اكزامبل النون ميتال معايا، الكلورين، وطبعا احنا بنوزع وبنعمل كونفيجريشن بالرقم الصغير اللي تحت اللي اسمه اتوميك نمبر، اللي هو عدد الالكترونز. يعني هنرسم الاولاني الكيل ساتوريتد ب 2 الكترون، يلا نكمل ال 17 التوزيع، هرسم ال السكند انرجي ليفل في 8، نعد سوا 2 بلس 8 ايكوال 10، لا لسه قدامنا شويه لغايه ما نوصل لل 17، طب قدامك كام؟ 7. هروح رسمه انرجي ليفل ثالث اسمه ال واحط ال 7، واللي ناسي احنا كنا بنحط الحروف بتاعت الانرجي ليفل على اساس ايه؟ ان احنا كنا مسمينهم من اول حرف الكي. طبعا في ساينتست اسمه بور، نيلز بور، هو اللي اكتشف الانرجي ليفل وسماها اللترز او الحروف دي، هتدرسوه في ثانيه اعدادي. كي ال ام ان او بي كيو، قلنا ان ات ذا هيفيست اتوم او في الهيفيست اتوم بيكون عددهم بيوصل ل 7 انرجي ليفلز. بس انت في الامتحان مش بتوصل لتوزيع السيفن، يعني انت اخرك 3 أو 4 بالكثير ماكسيمم، يعني وانت شغال كونفيجريشن في الامتحان. هبص وعيني على الاخير زي ما دربتكم الفيديو اللي فات، انا اخري كده مور ذان 4، ده 7، يبقى ده نون ميتال. مين الاكزامبل الثاني للنون ميتال؟ الاكسجين 8، يلا وزعه، اشتغل في كراستك كده واحنا بنشرح. 2 في الكي، رسمت الانرجي ليفل الثاني اللي اسمه ال، وحطيت ايه؟ فاضل ايه على ال 8؟ احنا كتبنا 2 يبقى فاضل 6، صح؟ بص وعينك تيجي على الاخير الاوتر موست الشل،
او الاوتر موست انرجي ليفل، انا معايا 6 يعني مور ذان 4، يبقى ده نون ميتال على طول. مين الاكزامبل الثالث في النون ميتال؟ النيتروجين 7. يلا الاولاني الكي هنحط 2، يلا فاضل لك كام عشان توصل ل 7؟ فاضل لي 5، احطهم في الانرجي ليفل اللي بعده اللي اسمه ال. ما دام اخرك 5 يعني مور ذان 4 يبقى انت في نون ميتال. يبقى 3 اكزامبلز الشهيره بتاعت النون ميتال بتاعنا الكلورين 17، الاكسجين 8، والنيتروجين 7. سجلوها في كشاكيل. بعد كده احنا كنا اتكلمنا ان الميتالز دايما خسرانه، دايما بتعمل لوز، وقلنا الاشاره في الساينس عكس الماث. ما دام الميتالز خسرانه عملت لوز تتحول لبوزيتيف ايون. اعكس لي في النون ميتال، في النون ميتال هم دايما كسبانين، بيعملوا جين تند تو جين، بيميلوا ان هم يكسبوا، يشدوا الكترونز، يخشوا تفاعل كيميائي او كيميكال رياكشن بتعمل جين، بتشد الالكترونز ناحيتها. طب لما تشدها ناحيتها الالكترون زادت، يعني النيجاتيف تشارج زادت، يبقى تتحول لنيجاتيف ايون. زي الكلورين دي التوزيع اللي قلناها اخره 7. طبعا الاسهل يخش كيميكال رياكشن ويعمل جين ويشد الكترون عشان يتحول 8 في اخره ويبقى ستيبل كده ومستقر، ولا يخش 7 كيميكال رياكشنز يخسر السبعه دول؟ اكيد الاسهل انه يدخل كيميكال رياكشن واحد يعمل جين ويشد ويكسب له كده 1 الكترون يحطهم يكمل بيهم السبعه دول فيبقوا 8 الكترون ويتحول لستيبل او مستقر، وده اللي بيحصل. طيب هو مش هو كسب جين كسب يعني بلس؟ لا هنحطها ماينس، احنا قلنا الاشاره عندنا في الساينس العكس، هنحط نيجاتيف واحده بس، نيجاتيف تشارج واحده. ليه؟ نيجاتيف معناها انه كسب عمل جين، ولما تكون اشاره واحده معناها انه جين وكسب كام؟ كسب 1 الكترون، وتحول طبعا لنيجاتيف ايون زي ما قلنا لان هو زود الالكترونز بتاعته، فبقى النيجاتيف الكترون اكتر من البوزيتيف بروتون. دي سم اب او سمري للي خدناه في النون ميتال كلهم، في سوليد في ليكويد في غاز، بس الليكويد الوحيد البرومين. هاف نو لاستر يعني نوت شايني، نوت ماليبل اور داكتايل مش سهل يعني غير قابله ان انت تشكلها وتتنيها وتعمل منها اشكال يعني بسهوله زي الميتال، دي مش كده العكس. وفي الكيميكال رياكشن هي اخرها اصلا يا 5 يا 6 يا 7 الكترون، فالاسهل انها تعمل جين وتشد ايه ناحيتها. يبقى خلي بالكم الميتال اللي درسناها الفيديو اللي فات هي بتخسر، بتعمل لوز الالكترون اللي رميته، هيترمي في الهواء؟ لا، هتبقى داخله في كيميكال رياكشن وتفاعل مع حاجه نون ميتال، النون ميتال ده يشد الالكترون اللي الميتال خسرته. تمام؟ طيب تعالوا بصوا بقى، ده اللي انا قلت هنكتبه المره اللي فاتت. الميتالز دايما خسرانه بتعمل لوز فبتتحول لبوزيتيف ايون، النون ميتال دايما كسبانين جين فتشينج انتو نيجاتيف ايون. ويعني ايه كلمه ايون؟ يعني اتوم عملت جين او عملت لوز ديورنج الكيميكال رياكشن. طيب طبعا والبوزيتيف والنيجاتيف احنا فهمنا، ما انا عايزه تبقى انت رابط في الامتحان، ما تتوقعش انه في بريب 1 يقول لي ميتال ونون ميتال بشكل سلس وسهل كده في سؤالك، لا هو يتكلم عن البوزيتيف والنيجاتيف ايون. فانا عايزه دماغنا على طول تلقط ايه؟ ان اول ما لمحت ان السؤال بيتكلم عن بوزيتيف ايون انا فهمت ان انا بتكلم عن ميتال. طب نيجاتيف ايون انا فهمت انه اتكلم عن نون ميتال. طيب النوبل جاسس بقى او الان اكتيف او الانرت جاسس احنا اتفقنا ان هم كده كسلانين ليزي، يعني قاعدين في بيتهم، انا بسميهم قاعدين في بيتهم وقافلين بابهم على نفسهم مش عايزين حاجه من حد. هم دونت شير ان اني كيميكال رياكشنز، مش بتخش في تفاعلات، لا بقى تعمل لوز ولا تعمل جين ولا اي حاجه. اشمعنى؟ لان هي اصلا اخرها ايه؟ واحنا مش اتفقنا سوا ان الميتالز او النون ميتالز بيكون كلها كده اكتف ونشيطه ليه؟ بتخش كيميكال رياكشن وتفاعلات ليه؟ عايزه تكمل اخرها بالايت. بصوا فاكرين كده حتى النون ميتال ده الكلورين اللي قلناه هو كان اخره 7، لما دخل كيميكال رياكشن شد 1 على 7 بقوا 8 فكمل الاخر بالايت. طب تعالوا نفتكر الصوديوم. الصوديوم كان 11 يعني اخره كان 1 الكترون، لما دخل كيميكال رياكشن ايه اللي حصل؟ تعالوا نبص كده سوا، لما دخل كيميكال رياكشن ايه اللي حصل؟ هو خسر الالكترون الاخير لان هو دلوقتي اخره ايه؟ اخره 1، هو مش عايز يكون اخره كده، هو عايز يكون اخره 8.
فخسروا بالانرجي ليفل، رماه بالانرجي ليفل اللي شايله، ففي الاخر برضو بقى عنده ايه يعني، تحول لستيبل او تحول لايه، حاجه كده مستقره زيه زي النوبل جاسوس. فالنوبل اصلا مش محتاجين يخشوا اي تفاعلات او كيميكال رياكشن، لان هو اصلا اخره 8 الكترونز. تمام، بس تعالوا عشان في اكسبشن هنقوله سوا. يبقى الالمنتس اللي الاوتر موست شيل او اخر انرجي ليفل فيها كومبليتلي فيلد ويز الكترون، او مليانه على اخرها وشبعانه ساتوريتد بالكترونز، اسمها نوبل، مش بتحتاج تخش في كيميكال رياكشن، فواقفين دايما سنجل وان اتوم لوحده. طيب مش هقدر اقول، طبعا احنا قلنا هيليوم ارجون ونيون وكريبتون وزينون ورادون، يعني مش هقدر اقول ان كل الالكترون، وانا عايزه يعني اخلي بالك في جمله مهمه، مش عايزاك لما يجي لك سؤال جيف ريزون في الامتحان يقول لك النوبل جازس ليه اسمهم نوبل، او ليه دونت شير ان كيميكال رياكشن، ليه ما بيخشش في تفاعلات، فتروح تقول لي بيكوز ذير اوتر موست شيل كونتين 8 الكترون، اصل اخرهم 8، هقول لك غلط. ليه؟ ايه ده، مش احنا قلنا لازم اخره يكون 8 مقفول عشان يتحول لنوبل؟ اه ماشي، بس هو في حاجه، في اكسبشن هنا، في استثناء وحيد درسته الترم الاولاني، ان احنا عندنا الهيليوم ده اصلا 2، الهيليوم اصلا ايه 2، فهو لما بنيجي نوزعه بيبقى الانرجي ليفل الاولاني اللي اسمه كيفيتو، طب ما هو اصلا ساتوريتد وستو، بيشبع ب2 الكترون اللي اصلا محطوطين فيه، فهو نوبل زيه. فالاجابه الافضل ان انا اقول ايه، because their outermost shell completely filled with electron، اصل اخرهم مليان، سواء بقى كلهم اخرهم 8 او حاله الهيليوم اللي اخره دي، بس هو ما فيهوش غير انرجي ليفل واحد اللي اصلا بيشبع بالايه، بالتوليوم، فنوبل زيه. تعالوا نتكلم في اخر جزء ولاست بارت من ليسون 1 اللي بيتكلم عن البوند بقى، احنا قاعدين نقول element وميتال ونون ميتال وبتخش كيميكال رياكشن، طب هو ايه نوع البوند او الرابطه اللي بتربطهم وهم داخلين في تفاعل سوا، يرتبطوا سوا وبيكونوا حاجه جديده. طيب الاتوم كومباين توجذر، الاتومز كومباين توجذر، ايه فكره الاتوم؟ تعالوا افكركم بسرعه، خدنا الترم الاول ان anything around us اسمه ماتر، والماتر بتتكون من حاجات صغيره اسمها مولكيولز، والمولكيولز بتتكون من حاجات اصغر اسمها اتوم. انا بميزها لطلابي ازاي؟ بقول لهم تخيل يعني ان ايدك دي اللي اسمها ماتر، الماده اللي حواليك، بس طبعا الماتر بتطلق على الحاجات النون ليفنج او الاشياء الغير حيه، ماشي، انا بمثلها بس كايه، لمعرفه ان انت تربط في دماغك الموضوع ده. اتخيل ان الايد دي مثلا هنسميها الماتر، حلو، الماتر دي بتتكون من حاجات صغيرة اللي هي الفينجرز أو الصوابع اللي هسميها مولكيول. طب مش كل صباع فيه عقل كده، حتت أصغر صح؟ أهو الحتت الأصغر دي سميها أتوم، يبقى الإيد هي الماتر، بتتكون من حاجة زي الفينجرز أو الصوابع هنسميها مولكيول، المولكيولز فيها عقل صغيرة اللي هنسميها أتومز. حلوة أوي، اللي يحصل ان الاتومز دي تطلع بتخش الكيميكال رياكشن وبتخش التفاعلات، فبترتبط بطريقه من اثنين. ايه بقى الطريقه الاولى او البوند الاولى؟ اسمها ايونيك، والثانيه كوفالنت. بس في حاجه، في شرط، مش اي حاجه تروح ترتبط باي بوند واي ربط وخلاص، لا دي ليها شروط، قواعد سليمه كده. ايه هي بقى ايونيك؟ تفكرني بكلمه ايون اللي قاعده ادرسها طول الليسون ده، ان الميتال بتبقى اسمها بوزيتيف ايون، النون ميتال بيبقى اسمها نيجاتيف ايون. ايه ده، يبقى شغل ايونات مع بعض، شغل ايونز. ايوه، يبقى انا فهمت ان الايونيك بوند شرطها انها تكون اتراكشن، بس بتوين مين؟ بتوين ميتال ونون ميتال، اللي هما بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون، عشان كده اتسميت ايونيك. واشهر اكزامبل فيها هي حاله الصوديوم كلورايد، الصوديوم اللي هو تيبل صوت او ملح الطعام، الصوديوم ان ايه وده ميتال، وبص علامه البلس البوزيتيف هي كده هتخسر 1 الكترون، فهتتحد وتعمل رياكشن مع الكلورين النون ميتال وعليه نيجاتيف اهو، يعني شايفين الالكترون اللي الصوديوم رميته ما طرش في الهواء، لا ده الكلورين شده، بصوا تاني، الصوديوم اخر 1 مش محتاج، هيروح رميه، فتيجي الكلورين تاخد ال1 تشده عليها، فكملت اخرها بقت مستقره، بقت ستيبل، فبقى اسمه ان اي سي او اللي هو الصوديوم كلورايد او التيبل صوت ملح الطعام. ده طبعا رياكشن او اتراكشن، الكتريكال اتراكشن، تجاذب كده وقوه تجاذب كهربي ما بين حاجه ميتال وحاجه نون ميتال، يبقى ده اللي اسمه ايونيك بوند.
يبقى الايونيك ده ما بين ميتال ونون ميتال، ادي شرط. الكوفيلنت بقى ما يخشش فيها ميتال ابدا، الكوفيلنت شغل نون ميتالز مع بعض، الكوفيلنت بوند شغل نون ميتالز مع بعض. ازاي؟ اللي بيحصل انها بوند ورابطه ما بين اثنين نون ميتال. ايه ده؟ هو احنا مش في الايونيك اللي فاتت قلنا زي حاله كده التبل سولت او الصوديوم كلورايد في ميتال بتعمل لوز وفي نون ميتال بتعمل جين؟ طب لما انا اقول لك ان الكوفيلنت بوند ما بين اثنين نون ميتال، هو مين اللي هيعمل لوز ومين اللي هيعمل جين في الحاله دي؟ اقول لك لا، ريح دماغك خالص، ولا هتعمل لوز ولا هتعمل جين، هتعمل حاجه ثالثه جديده اسمها شير. عارف شير؟ يعني الاثنين بيتشاركوا مع بعض في الحاجات دي، بس بيختلف بقى ازاي. يعني الكوفيلنت دي فيها ثلاث انواع، نوع اسمه سنجل كوفيلنت بوند، سنجل يعني 1 الكترون يعني، والدبل كوفيلنت بوند يعني دبل يعني 2 الكترون، والتربل يعني 3 الكترونز. يعني ايه؟ يعني تعالوا في السنجل مثلا مع الهيدروجين اتوم، الهيدروجين اصلا 1 ودارسينه من الفيرست تيرم، الهيدروجين عنده 1 محتاج عشان يكمل الانرجي ليفل الاولاني بتاعه اللي اسمه كيه انه ساتوريتد وست 2، يبقى معاه 2 الكترون، فيخش بوند ويخش رابطه مع هيدروجين اخوه شبهه، فهيعمل ايه؟ ما هو ما ينفعش ده يشد الون ناحيته او ده، لا هما هيعملوا شير، ولا لوز ولا جين، ولا يخسر ولا يكسب للابد، هما هيعملوا شير. يعني يقول له تعالى الون الكترون بتاعك حطه هنا وانا احط الون الكترون بتاعي هنا. عارف لما تكون قاعد انت واصحابك وتروحوا حاطين الاقلام والالوان الالوان ما بينكم وتقعدوا تعملوا شير كده ان انتوا تلونوا لوحه مع بعض، بتساعدوا او يعني بتساعدوا فيها بعض ان انتوا بتعملوا ايه؟ احنا كلنا بنعمل شير وبنتشارك الالوان فيما بيننا عشان نلون اللوحه في الاخر نطلع منتج نهائي. نفس الفكره، بيجي الهيدروجين يحط الالكترون بتاعه والهيدروجين الثاني يحط الالكترون بتاعه، احنا شير في النص، ولا بتوعي لوحدي ولا بتوعك لوحدك، احنا شير ما بيننا احنا الاثنين. فتيجي تبص على الهيدروجين دي من ناحيتها تلاقي عنده 2 الكترون، تيجي تبص على الثاني تلاقي عنده 2 الكترون، شير في النص ما بينهم هما الاثنين. بس لما اسال نفسي في الاخر، هو كل هيدروجين منهم عملت شير وساعدت الهيدروجين اختها الثانيه بكم الكترون؟ بواحد. دي شاركت بواحد ودي شير بواحد، يبقى اسمها سنجل كوفيلنت بوند. طيب نيجي نتكلم عن الدبل كوفيلنت بوند زي حاله الاكسجين. الاكسجين ايه؟ فلو وزعته زي ما وزعناه كده في اول الفيديو ده 2 6، ايه ده اخرك 6؟ يعني انت محتاج 2 الكترون علشان تكمل اخرك بقيت وتبقى ستيبل ومستقر. فتيجي لما الاكسجين تتحد وكومباين مع اكسجين ثانيه، شايفين ايه اللي بيحصل؟ ده اخره 6، فبتاخد 2 الكترون كده من الاخر يقفوا قصاد 2 الكترون من الاخر، فيبقى في الاخر انتوا عملتوا شير بكام؟ شايفين انا شايفه في النص 4، بس اللي حصل ايه؟ 2 من عند دي و2 من عند دي، فكل ايتش اتوم، كل ايتش اكسجين اتوم منهم عملت شير ب 2 الكترونز. ففي الاخر لو عديت دي تلاقيها 8، لو عديت دي تلاقيها ايه؟ تلاقيها 8. يبقى دي اسمها دبل كوفيلنت بوند، وحتى بنعمل ممكن شكل الشرطتين الاثنين عامله زي علامه الايكوال ان كل واحده عملت شير ب 2 الكترونز. ايه مثال التريبل؟ تريبل يعني ثلاثه. حاله النيتروجين بقى، النيتروجين اسمه ان 7، وزعه لي كده كونفيجريشن، هتقول لي 2 و5، ما دام انت اخرك 5 نون ميتال محتاج كام عشان تقفلها بال 8؟ محتاج 3، يبقى كل نيتروجين اتوم من دول تعمل شير ب 3 الكترونز، فبنعملها نرسلها بثلاثه شرط تحت بعض، فبنسميها تريبل كوفيلنت. بكده يكون خلصنا الدرس الاول، ده سمك كده وملخص للايونيك والكوفيلنت بوند اللي احنا قلناه ان دي ما بين ميتال ونون ميتال، دي ما بين اثنين نون ميتال، الايونيك واحده لوز وواحده جيم، الكوفيلنت ما فيش ولا لوز ولا جيم، دول بيعملوا شير وهكذا. طبعا في الاخر حابه اقول ان الايونيك بوند اللي ما بين ميتال ونون ميتال لازم تطلع كومباوند. يعني ايه كومباوند؟ انت دارس من الفيرست تيرم، يعني مركب كده مختلف، مخلط، ميكس. ليه؟ لان انت الايونيك دي ما بين حاجه ميتال وحاجه نون ميتال، فاكيد الميتال اليمنت مختلف عن النون ميتال، زي الصوديوم ان اي، الكلورين سي ال، يبقى اسمها ان اي سي ال، ففي الاخر الان اي حاجه والسي ال حاجه، حاجات مختلفه متخلطه، فده ميكس، خليط مختلف، فاسمه كومباوند. لكن الكوفيلنت ما بين اثنين نون ميتال، ومش شرط بقى لو الاثنين نون ميتال شبه بعض، زي اكسجين واكسجين يعمل او2 اليمنت، اليمنت لان الاثنين شبه بعض.
لو اختلطنا بين حاجات مختلفة زي ال H2O الووتر هيبقى كومباوند، يبقى الكوفيلنت ممكن تعمل كومباوند وممكن تعمل element. امتى تعمل element؟ لو كان combination او ارتباط واتحاد اتنين non metal شبه بعض، O مع O، N مع N، CL مع CL، وهكذا. لكن تعمل كومباوند لو مختلفين زي ال H2O. لكن الايونيك في كل الحالات ما عندهاش element، لانها ما ينفعش تحصل ما بين اتنين ميتال او اتنين نون ميتال، لازم واحده ميتال وواحده نون ميتال، ففي الحالتين بيبقوا مختلفين عن بعض. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس واستوعبتوا حلو. عيدوا الفيديو اكتر من مره، ما تنسوش اللايك والشير، وانضموا لجروب الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير سمير وقناه اليوتيوب رشا ساينس. مع السلامه، باي باي.